عليكم. معكم صالح العزيز من درابلة. أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. كان عندي المحل هنا في الدار وكدير فيه الخياطة، والساعة ما جابش لها الوقت عيانة، قلت أنا نكريه باش يعاوني على الضوء الماء. إيوا السيد اللي كريت لي دوز فيه شهر صافي، وما بقاش كراه، دروك راه مسدود الحانوت. إيوا القضية راه مأزمة شوية، إيوا بغيت الناس المحسنين اللي كيشوفوني واللي كيعرفوني يتعاونوا معايا. الله يجازيكم بخير. عندي إعاقة، عندي مرض مزمن، عندي سكري، ما كنصومش رمضان، كندوق الأنسولين. إيوا هادشي اللي عطى الله. كنت دفعت على حساب المارشي ديال الشماعية، الساعة ما رفضوا لي الطالب ديالي، قال لك اودي عاد دفع واحد 3000 ريال، يعني واحد الثمن على حساب المعاقين، الاشخاص المعاقين. هو قساونا، قال لك لا راه كاين، داروا المزاد العنالي. هو صدقت انا ما استفدتش من المحل. هو كنت خدمت، دفعت على حساب الشركه ديال النظافه اوزون، الشركه ديال الزبل. هو ما خدمونيش عام وانا كنطلب فيهم، عام ديال الايام، واخا بلاتي تسنى ما كاين حتى حاجه. دوك انا قاعد ما خدام ما والو، عندي وليدات. الله يجزيكم بخير. انا من هذا المنبر ديال قناه اسفي جود كنطلب الناس المحسنين والناس اللي كيعرفوني في الشماعيه ولا في المغرب ولا خارج المغرب يتساعدوا معايا ويعاونوني. الله يجزيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.